أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة صلاح الدين. قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أننا غادرنا الفساد دون رجعة ولن نخضع لأي شكل من التسقيط، مضيفا خلال لقائه جمعا من شيوخ ووجهاء عشائر ناحية يثرب أن التغيير قد حدث ولا مجال للعودة عن الطريق الذي خطيناه حتى لو قدمنا أنفسنا فداء له، مؤكدا استمراره بطريق الإصلاح والمضي بمرحلة بناء لا يوجد بها تمرير للمشاريع الخاصة أو استغلال المواطن أو هدر للمال العام. الآن احنا راح نودع الفساد الى لا رجعة ان شاء الله، جهودك الطيبة، وان يفهم الجميع المهندسين والفنيين ومدراء الدوائر بانه هذه مرحلة بناء، لا هي مرحلة تمرير مشاريع، ولا هي مرحلة هدر أموال، ولا هي مرحلة مساومات المواطنين، وهي مرحلة خدمات. من كانت له النية والعزيمة على الخدمة فأهلا وسهلا به، راح يكون ضمن فريقنا. أما من يتأمل ويرجو أن يرجع الوضع كما كان فيشوف له غير ديره، راح نشوف اشكال والوان وتسقيط وحكي، بس هذا ابدا ما راح ياثر، لان انا رقبتي ناذر هذا الموضوع، يعني انا ما جاي تونس، انا ما جاي اريد الشغله والله تصير لو ما تصير، لا الشغله تصير وصارت والتغيير صار، واني مستمر لاخر لحظه عن قناعه وثقه بالله اني اكمل المسيره.